البعض يذهب المأزوم مرتين، واللي خد باله من المشهد ده أثناء ما نور الشريف وميرفت أمين بيتحركوا بيظهر إن في حد تالت في الأوضة معاهم. الواحد ده أو الواحدة دي بالتحديد حط إيدها في وسطها وهي واقفة، وجودها في المشهد أو في الأوضة ملوش أي تبرير منطقي. The cool cat. I'm gonna stop him. Cool cat's so brave. في واحد كان بيحاول يطلع من بيته ولما لاحظ إن في فيلم بيتصور اتسحب ورجع بظهره لورا وكأن مفيش حد شافه. كنسي نعم وزي كول كات في الخلفية أثناء ما سمير غانم وشويكار بيتكلموا واحد ظهر وبص على الكاميرا وبعد كده انسحب لورا واستخبى ورا البتاعة دي. معه فلوس؟ أنا ما فكرش في الفلوس. بتشتغل إيه؟ لسه خريج وهتعين قريب. إيه ده، خريج معهد التمثيل؟ برينج وهما بيشيلوا الولد من على الأرض علشان يروحوا وينيموا في البيت بيبان في المكان إن في واحد في الأوضة جوه، وهما كمان ما تفاعلوش معاه ولا تصرفوا على انهم شايفينه ولا عملوا نفسهم خدوا بالهم منه مع انهم كانوا ماشيين في اتجاهه. اكس لارج واللي خد باله من المشهد ده اثناء ما انعام سلوسه ودنيا سمير غانم بيتكلموا في المشهد ده بيظهر تحت على الشمال كلب باصص للكاميرا. الكلب ده ما كانش له وجود في الفيلم، واضح ان هو ظهر في المشهد بالغلط وان ده في الحقيقه كلب بتاع حد من الممثلين، واللي بيأكد ان هو فعلا ظهر بالغلط اول حاجه ان الكلب مش بس بره مركز الفريم لكن كمان اوت اوف فوكس. تاني حاجه ان هو كانش له ذكر في الفيلم، وخصوصا ان شخصيه احمد حلمي في الفيلم بتخاف من الكلاب وهو راح عندهم من غير ما يجيبوا مشهد ان هو خايف منه ولا ان هم بيحبسوه قبل ما يجي علشان ما يخافش. ده ترمينيرور. اثناء مشهد تبادل النار ما بين القوات والترمينيرور بيبان واحد في خلفيه المشهد ورا الازاز بيتفرج على المشهد وهو بيتمشى، واللبس اللي لابسه مش تبع لبس القوات يعني مش منهم، وفي نفس الوقت وجوده مش منطقي في المكان ده لان كل واحد في المشهد واخدين ساتر عشان المفروض في نار بيتضرب عليهم، يعني في الاخر ما بينتميش للمشهد وفي الاغلب واحد عادي من الشارع كان بيتفرج على التصوير من بره. الممر وبالذات اللقطه اللي ناس كتيره اتكلمت عنها وناس كتيره برضو بعتت لي عليها على اساس ان في واحد واقف لابس لبس عصري، بس بعد البحث والتدقيق وبعد ما رجعت مع الناس اللي قالوا ان هو شافوا المشهد ده ونصهم قالوا لي ان هم مش فاكرين في اي لقطه والنص التاني ما ردوش، اكتشفت ان اللقطه دي مش من الفيلم اصلا وانها صوره من الكواليس بغرض الدعايه. والدليل على كده ان اياد نصار ماشي في وسطهم اللي هو مفروض من الطرف المعادي، وواحد تاني من الممثلين باصص في الكاميرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مره ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهده.